بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل كيفية فحص المبنى عليها في جريمة الاغتصاب وجمع الآثار المادية. إيه أهمية فحص الملابس؟ الملابس بتديني مؤشر مهم جدا عن ترجح لي المكان اللي حدث فيه الاعتداء. يعني أنا لو لقيت الملابس عليها حشائش، عليها أوراق شجر، ده يشير إن الاعتداء الجنسي ده حدث في حديقة أو حدث في منطقة زراعية. لقيت رمال صفرة على الملابس، يبقى دي منطقة صحراوية اللي حصل فيها الاعتداء الجنسي. لقيت الطين والطمي، معناها إن هي دي أرض زراعية. في بعض الأحيان تلاقي زيوت وتلاقي شحوم، ده معناها إن مكان الجريمة دي كانت ورشة، مكان الاعتداء كانت ورشة. ممكن يكون ألاقي تبن. في بعض الأحيان البنات اللي هي بتروح تشتغل في جمع المحاصيل والكلام ده، ممكن حد يقول لها خشي نظفي زريبة المواشي أو ما شابه ذلك، وتخشي اعتدي عليها جوه زريبة المواشي، ففي أثر تبن هيبقى عالق بالملابس بتاعتها. دي حاجات بنشوفها مهمة جدا جدا، إن أنا وأنا بفحص الملابس ببص على الآثار العالقة بها عشان أحدد أو أرجح المكان اللي حصل فيه واقعة الاغتصاب. تاني حاجة بدور على إذا كان في تمزق في الملابس ولا لا، وخاصة عند فتحة الصدر في أعلى الصدر، أو بدور إذا كان في فقد حديث بالزراير، أبص على الأزرار بتاعة البلوزة اللي هي لابساها أو القميص، أدور إذا كان في فقد أي، وأبص على العراوي إذا كان فيها تمزق. طب أعرف الفقد الحديث إزاي؟ هو كل مكان زرار ما لقيتوش معناه إن ده فقد حديث؟ لا، أنت بتبص مكان الزرار هتلاقي الخيط اللي هو حدث لما الزرار تمزق نتيجة الشد العنيف للتمزيق للملابس ده، فحصل عليه شد. فالخيط لما هتلاقيه بارز كده اللي هو مكان التمزق، وهتلاقي فيه تغير في اللون بتاعه. الجزء الأخير هيبقى لونه مبيض، أو ممكن تلاقي فيه تغير في اللون نتيجة إن هو كان ملفوف حوالين الزرار، فتلاقي كانت حتة فيها أثر عفار أو حاجة أو غبار، وحتة تانية نظيفة اللي هي تشد عليها أو، فدي بيدلك على إن ده القطع ده قطع إيه حديث. وخلي بال حضرتك، مش معنى إن في تمزق في الملابس، ومش معنى إن في فقد زراير، مش معنى إن في تمزق في العراوي، إن إحنا نجزم أن هذه الواقعة حدثت اعتداء، لأن ده ممكن افتعاله. ده لازم نخلي بالنا من الكلام ده، ممكن يكون مفتعل. طيب، زي ما قلنا ان الجاني ممكن يقذف الماني بتاعه على الملابس، يعني ممكن بيجي ساعة القصف ويخرج العضو الذكري من المهبل، وممكن يحطه على الملابس من بره، يقذف الماني على الملابس. ده وارد جدا. ده في احدى الحالات اللي انا افتكر ان انا اشتغلتها، الجاني تحت تهديد السلاح، بعد ما ادخل العضو الذكري في المهبل، خرج العضو الذكري وأمر المجني عليها إن هي تدخل العضو الذكري في الفم، وقصف السائل المنوي داخل الفم، ومن هنا نزلت نقطتين مانية على ياء البلوزة بتاعتها، ومن خلال النقطتين دول بس اللي نزلوا على الياء قدرنا نعمل الدي إن إيه، وكانت من القضايا المهمة جدا اللي تم حسم فيها شخصية الجاني من خلال آثار المني اللي كانت على الملابس. عشان كده بنقول أن فحص الملابس في غاية الأهمية، حتى لو كانت اتغسل هيدول هنشوف آثار التمزق، هنشوف آثار يعني ممكن يورينا آثار ترجح مكان الواقعة. فمهم جدا موضوع فحص الملابس ده نهتم به باهتمام شديد. كمان من الحاجات اللي هنستفيدها من فحص الملابس، زي ما حضرتك شايف في الصورة دي، إن ممكن نلاقي الملابس فيها تمزقات صغيرة جدا، مجموعة من التمزقات متجاورة مع بعضها البعض. الملابس تلاقي الألياف بتاعتها منتشة للخارج، دي بنشوفها في بتدل على إن كان في الجاني بيعتلي جسد المجني عليها، وهي بتحاول تخرج من تحت سيطرته وهو كامل وزنه بيعتليها، فالظهر بتاعها والملابس بتتكحت كحت شديد جدا، سواء كان في الأرض لو كانت أرض خشنة أو في سجادة خشنة، فبتدينا هذا التمزقات أو هذه التمزقات اللي حضرتك شايفها. طيب، دي بتفرق معانا كتير جدا حتى لو كانت الملابس اتغسلت، فهنا مهم
مهم جدا سواء كانت الملابس اتغسلت او ما اتغسلتش، ان انا اركز ان انا لازم افحص الملابس دي. دلالتها في حاجه واحده زي ما قلنا، انه المجني عليها كانت بتحاول تخرج من تحت سيطره الجاني وهو بيعتليها، فظهرها وملابسها كحتت في الارض. دي طريقه فحص المجني عليها. ان احنا المفروض ان احنا بنجيب طبقتين من ملايه بيضه، ملايتين بيض او طبقتين من فرخ ورق كبير. الطبقه السفلى المفروض ان هي لو في اي قاذورات موجوده في الارض او حاجه هي بتمنعها عن الطبقه العليا اللي هنوقف المجني عليها، على الطبقه العليا، بحيث انه اي اثار ماديه انا وانا اثناء الفحص هتقع على الطبقه العليا، يبقى كده ما اختلطتش مع اي حاجه من الارض، عشان لما اجي احرز الطبقه العليا دي باي حاجه يقع عليها. ونبتدي نشوف ازاي بنفحص المجني عليها بهذه الطريقه. بعد ما المجني عليها وقفناها على الورق او على الملايتين او الطبقتين الورق، بنجيب مصدر ضوء ونسلطه قوي جدا على الوجه والعنق والراس، كشاف ضوء، واي اصابات نبتدي نوصفها في على الشيت بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه، ونعمل له رسم تخطيطي. وبعدين ما تنساش، بقول لزمايل الاطباء الشرعيين، ان هو يدور على المناطق المخفيه زي السطح الداخلي المبطن للشفتين، لابد يفحصهم، زي خلفيه الاذنين، كل الاماكن دي مهمه جدا. وبعد كده ابتدي اسلط الكشاف الضوء على الملابس وهي ما زالت على جسد المدعية، ادور على اي جسم غريب، ادور على الياف ملابس، ادور على شعر، على زجاج، على اصباغ، حشائش، اوراق شجر، شحوم، اتربة، حصى، بقع منوية، بقع دم، كل ده انا بدور عليه. بعد كده بتقوم المدعية بخلع ملابسها وهي واقفة على الملاية البيضة، وببتدي انظر على اي حاجة وقعت من ملابسها على الملاية البيضة، ونفرد الملابس بعد كده على الملاية البيضة، ونبتدي نفحصها بالعدسة المكبرة. لو لقينا أي مظاهر إيجابية بالملابس أصورها وأعمل لها رسم تخطيطي عشان توثيقها. وبعدين ما تنساش أن أنت تحرز الملابس في حرز من الورق أو من القماش. أرجو عدم تحريز الأحراز الملابس أو أي شيء فيها سوائل بيولوجية داخل أكياس بلاستيكية، من الأخطاء الشائعة جدا جدا والخطيرة جدا. تحريز أي شيء يحتوي على سوائل بيولوجية في أكياس من البلاستيك هيؤدي إلى فساد العينة، لنمو الفطريات، العينة بتفسد بسرعة. إنما التحريز لابد أن يكون في كيس من الورق أو من القماش. بعد كده بسيب الملابس تجف وارسلها للمختبرات للبحث عن التلوثات المشتبهة. ما تنساش ان لو كان في اي فوطة صحية او اي قطعة قماش تم وضعها بالفرج بعد الاعتداء على المجني عليها، لابد ان انا احرزها عشان ادور فيها على التلوثات المنوية. من ضمن الحاجات اللي انا بعملها برضو وانا بوقف المجني عليها بعد ما خلصت فحص الملابس كله، ببتدي اجيب المجني عليها واوقفها تاني على الورق اللي هي كانت واقفة عليه، وابتدي اسرح شعرها. لازم تبقى عارف ان كل واحد فينا بيفقد في اليوم تقريبا من 80 ل 100 شعراية كل يوم بيسقطوا طبيعي، كل يوم بيطلع غيرهم ما عدا اخواننا الصلع، يعني ما بيقعش منهم الكمية دي. فانت هتلاقي المفروض ان احنا بنجيب المشط، السنان الواسعة بتاعت المشط، وبنجيب المجني عليها نسرح شعرها. ليه بنسرح شعرها وهي واقفة على الملاية البيضة او على الورق الابيض؟ على اساس ان لو في اي شعر غريب موجود في شعرها يقع على الورق الابيض. لكن لو كانت البنت شعرها اكرد ووقف معاك المشط في اي حتة فتمشيش بقوة، ارجع تاني وامشي في حتة تانية بالراحة، بحيث انه ما تمشيش بقوة عشان ما توقعش شعرها هي وتعمل لود على المختبرات. بعد كده برضو بنمشط شعر العانة، ولو اي حاجة وقعت عليه برضو بناخده ونحرزه. وبعد كده الورقة السطحية اللي فوق او الملاية السطحية اللي فوق اللي وقفت عليها بنحرزها وبنبعتها للمختبر. انا سعدت جدا بيكم النهاردة، وان شاء الله بكرة او في الحلقة اللي جاية ان شاء الله هنكمل بقية فحص الاثار المادية وفحص المجني عليها عن الاثار الماديه في واقعه
الاغتصاب. نلقاكم دايما على خير، وما تنساش تشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد إن شاء الله.